فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال لكي يتم توظيفي، علما بأن الوضع في بلدي لا يسير إلا بهذه الطريقة؟ لا، هذه رشوة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وهي سحت ولا تجوز. نعم، والرزق أبواب الرزق مفتوحة، التمس الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هو بالرزق في الوظيفة الخاصة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.